السلام عليكم وشوفكم اخواني، يا رب الكل بخير. اليوم الموضوع عن طالب عراقي ينتحر من اجل لعبه ببجي، واحنا نعرف شنو الادمان باللعبه، وحاليا العراقي جاي يصير بيه من خرابيط بسبب هاي اللعبه. الموضوع كله عن الطالب. الطالب يقول لك ابوه، حسب جيرانهم الموالي، يقول له ابوه اذا نجحت من السادس ومعدلاتك زينه اشتري لك موبايل. فنجح من السادس هذا طالب صغيرون من احد المحافظات الجنوبيه، ونجح هذا الطالب واشترى له ابوه موبايل ونزل لعبة ببجي، اندمج باللعبة، عاف الدراسة، هم للدراسة، يروح ما محضر. فاشتكوا المعلمين، خابوا ابوه، قالوا له ابنك كان زين وهسه درجاته مو حلوة. فراقب ابنه، شاف ابنه هام للدراسة ومقابل يلعب ببجي. فهذا الاب من النوع اللي يراقب ابنه، واكو اباء تختلف، حاط الموبايل هم بعيونه يلعب ببجي، وهام الابنه وهام زوجته وهام العيشة وهام كل شيء. فهذا الانسان سحب الموبايل من ابنه معصبي، وابنه ومستقبله، كسر الموبايل. فهذا الولد قام يعيط، ليش بابا وش مسوي انا وانت هديتي هاي. فالحاصل صار مشدة كلامية الولد، يعني مو صغير، صعد فوق السطح، درى الطابق الثاني، ذب روحك بالقاع، كسر روحك، كسر، يعني حسب ما قال لي جيرانهم، قال يعني شالوه ميت. فامه طلعت تصيح، ابو يعني انصدم، يعني شي غريب على مود لعبة تافهة. فحطم اهله، حطم يعني لو على شهاده، لو على تعيين، لو على حبيبه، لو على شيء بيها حظ، يعني ما له مود لعبه، ودمر اهلك ودمر نفسك ودمر مستقبلك على شنو يعني؟ يعني هسه انت هذا عقل هنا لو زمان، يعني انت يا حبيبي يا قلبي انت جاي تلعبها، او انت يا ابو خليل يا بيكاتشو يا احمد البيات، اعتقد دول حاليا هم الترويج باليوتيوب، جاي رجول هاي اللعبه وحصل مشاهدات بروس، هاي الفقره اللي مدمج بيها 24 ساعه والاربع الصبح عيونها فاتحه نبتيب، وحاط الموبايل لعب وهامل دراسته وناسي رب العالمين، وطاب اللعبه كلها كفار وغلط، وامك هيك واختك هيك وعرضك هيك، وهذا مكيف على شنو؟ اريد افتهم يعني شنو لذته من الفقر؟ عفونا من الشباب بس. طبعا البنات الطابة، يعني كل شباب تلعبوا انت طابة بنصهم، وها ام اختك هيك وانت بكيفه فاتحه حلقك، يعني شنو ذنب ابوك اللي جاي يصلي ويدعي لك ان شاء الله تنجحين بالدوام وتلعبين ببجي؟ ليش اروح اصلي؟ اروح اخلي الله يوفقني ورا الزواج، ورا المستقبل، ورا طيحان حظ. فانت ليش ما تفكرين بهالش قبل ما تفكرين باللعبه؟ والله على مود حبيبي طيح الله حظك وحظ حبيبك. بس الموضوع كله يعني الرساله اتمنى توصل يعني.